الراجل وانت بتتفرج عليه اولا مش بتاع مبررات كل شويه يعني ما بيتكلمش على الضغط طبعا هو اتكلم عنه في المؤتمر بس ما بيقولهاش وهو خسران يقولك لك اه في ضغط على اللاعبين جوارديولا بالمناسبه اتكلم السنه دي على ضغط اللي بيحصل على فرقته عادي يعني الضغط موجود بس ما بيقعدش يقول انا مش عارف اشتغل انا اللعيبه عندي بتتكسر ومش عارف العب بحد تدوير طول الوقت امبارح خالد عبد الفتاح اللي ما كانش بيشارك الموسم كله اساسي محمد هاني اساسي الاهلي ومنتخب مصر على الدكه ارتاح ارتاح قفشه وهجي بعد شويه على الدكه ارتاح مفيش مشكله مروان اخرج خش يا اليو ديانج هلعب بوسام علي لوحده وهعاقب كهربا دخل رامي ربيعه ورجع ياسر ابراهيم يقعد على الدكه بعد ما كان هو الاساسي دخل طاهر محمد طاهر بعد ما كان بعيد خالص وقعد رضا سليمه واحمد عبد القادر بيرسي تاو مش موجود فمش هيحصل لي مشكله قيس بقى على كل ده مدرب عامل منظومة سليمة محترمة أي لاعب بيخش يفيد فيها أو يخش يندمج معاها أي لاعب دي كفاءة مدرب بص وأنا عارف إنه كتير من جماهير النادي الأهلي بتعشقه ويستحق إنه الجماهير الأهلي تعشقه طبعًا مع الإنجازات العظيمة دي بس كان دايمًا عندي تحفظ على بيتسو موسيماني إنه كل شوية حاطط لك أزمة ومشكلة ومبرر بيشتغل ب 12 13 لاعب طول الموسم ويجي أصلاً لك أنا عندي إصابات كتير ما أنت ما بتشتغلش مع باقي اللاعبين الراجل ده مارسيل كولر بيدور كل اللاعبين على الفرقة كلهم مميزين بقيت انت لما تشوف تشكيله للنادي الاهلي حاططها مارسيل كولر كده كده التشكيله دي كويسه وكده كده تقدر تكسب يا عم ده فلان اللي بيلعب النهارده اه بس مع مارسيل كولر هيخليك كويس يا عم بس ده فلان بقاله فتره وحش قوي هيتحسن عشان مارسيل كولر بيشتغل معاه ومنطق الثواب والعقاب عنده عجبني قوي انا ما عنديش غير مهاجم واحد وثوابه عالي اعاقب كهربا ليه ابعده ليه لا هتغلط هتطلع بره انت ما عندكش لاعيبه وسط وفي واحد متضايق وقفشه وعايز واحد حريف لا بس انا مش محتاج قفشه تكتيكيا رغم انه هو انتوا كلكم بتقولوا عليه لاعب عظيم هو لاعب عظيم طبعا يعني بس انا مش محتاجه عشان عندي اسلوب معين واللاعب اللي بيدافع يدافع كويس ويهاجم كويس اللاعب اللي في النص ده ممكن يكون بيهاجم كويس بس ما يعمليش دي ليه تفاصيل وكلها بالحق انا شخصيا ما شفتش كولر من ساعه ما دخل النادي الاهلي بيظلم لاعب ليه عشان كل اللعيبه سواء الموسم اللي فات او الموسم الحالي شاركوا مع النادي الاهلي الا واحد طبعا فاكرينه ايمن اشرف وله قصه وحكايه مش هنعيدها تاني بس كل لعيبة بتشارك معاه هو ما بيبعدش حد بيرفده لا انا ممكن اعاقبك ابعدك شويه بس هرجعك في الوقت المناسب لما تتعلم الدرس ده مارسيل كولر